السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة الخير جايبين وجبة من الوجبات الجميلة جدا اللي بحبها، وأكيد برضو الناس لو جربها يحبها جدا. هي برضو أكل من أكلات الدايت، وزي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، دي عبارة عن رقبة اللي هو الديك الرومي. طبعا يا جماعة زي ما انتوا شايفين ما شاء الله حجمها كبير جدا، وانا والله اكلتها قبل كده يمكن مثلا من سنتين ولا ثلاثة، جبتها مرة بصراحة كانت رائعة. وطبعا زي ما انتوا شايفين برضو يعني هي ايه، هي مش فيها يعني كمية اللحم بتاعتها برضو تعتبر كويسة بالنسبة للعظم يعني، والعظم بتاعها بيعتبر يعني زي الايه رقيق يعني ماشي. فالمهم يا جماعة النهاردة ان شاء الله، انا لما جبتها كنت في الهايبر وقلت ايه اما اشتريها، انا نفسي فيها اعملها وتبقى وجبه برضو كده ايه تعتبر من اكلات الدايت، إيه واكله خفيفه والدنيا بتمشي يعني. فالمهم يا حبايبي دلوقتي ان شاء الله باذن الله احنا اللي احنا نعمله باذن الله ان احنا هنروم الرقبه ديتي في شويه ميه سخنين بس بيغلوا كده، هنحطهم فيها ياخدوا غلوه ونكب الميه بتاعتهم وهنعملها على طول ان شاء الله. ديت اكله مع الفاصوليا ان شاء الله. طبعا الفاصوليا يا جماعه تعتبر من البقوليات برضو اللي هي بتعمل سمنه برضو، خلي بالكم بس لابد ان احنا طبعا ننوع في الاكل بتاعنا، وما يهمش المره دي ان احنا ايه ناكل وجبه في الاسبوع مثلا ان احنا نخرب فيها شويه، مع ان احنا كل مره نقول ايه المره الجايه نظبط مع بعض يعني في الرجيم، بس الدنيا برضو مش نافعه. وكل ده بسبب برضو حبايبنا ان هم بيطلبوا مننا ان احنا نعمل لهم حاجات طبخات معينه، فطبعا دي بتبقى ضد الدايت بجد يعني، ولكن للاسف ان انا ايه بضطر ان انا اعملها لهم علشان خاطر عيونهم يعني. فنبدا بسم الله الرحمن الرحيم كده، ناخد دي على طول، انا هشطفها كده تحت الحنفيه بسرعه واحطها على الميه السخنه. طبعا هي زي ما انتم سامعين الميه السخنه بتسخن في الجنب التاني اهيتي، ايه هروح احطها على طول كده وادي لها غلوه ونبدا نشوف هنعمل ايه باذن الله. وكده يا جماعة الخير طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين كده، طبعا انا مشغل تلات عيون علشان خاطر ايه ننجز مع بعضنا. وابدأ بسم الله نحط اللحمة بتاعتنا في المية اللي هي بتغلي، مية يا جماعة فاضية خالص مفيش فيها أي حاجة، عشان بس ايه ما نقعدش نهدر وخلاص ونقعد نكب في الايه في البهارات، والنهاردة معلش البهارات بقت غالية الدنيا مش مستحملة يعني. فطبعا هو احنا بس عايزين ايه نخرج منها أي زناخة كانت فيها يعني، ونطهرها بايه باللي هي الغلوة السريعة ديتي ونكب المية بتاعتها تمام. طبعا يا جماعه الخير هي الاكله ديتي اكله من الاكلات السريعه، بس انتوا اهم حاجه في الموضوع كله ان انتوا تكونوا مرتبين حاجتكم وحاطينها ايه مع بعض. طبعا انا عندي هنا زي ما انتوا شايفين في قلب الحله بصله تعتبر متوسطه كده او يعني كبيره حلوه، بشرها في المبشره ماشي، وشويه ملح علشان تنزل الميه بتاعتها بسرعه وتنشف معايا تمام. نولع كده الفرن البوتاجاز معانا طبعا، والجنب التاني هنا يا جماعه زي ما انتوا شايفين الحته ديتي فيها حوالي مثلا قولوا تلت كيلو طماطم، انا مش عايزين طماطم كتير يعني، لان طبعا هو الطماطم المكتوب لنا او المسموح لنا كل واحد طماطمتين مش اكتر يعني، فالطماطمتين دول يعملهم حوالي مثلا قولوا مثلا 300 جرام ما يزيدش عن كده يعني، يعني تلت كيلو زي ما انا قلت. طبعا وعندنا الفاصوليا، فاصوليا من اللي هي الفاصوليا بتاعتنا دي اللي هي الجافه يا جماعه زي ما انتم عارفين، اوريكم هي دي انا اشتريتها امبارح جايب نص كيلو وام حمزه سلقتها، هناخد بس منها برده على قد ايه كل مقدار كل واحد كوبايه واحده بس يا جماعه مسلوقه تمام. فاحنا طبعا ان شاء الله باذن الله كده ايه نبدا ايه نقلب البصله بتاعتنا عشان خاطر تنشف معانا، عشان نبدا بعد ما تجف على طول نبدا نحط معانا ايه على طول البهارات بتاعتنا والزيت، فانتظروني كده بعد ما تجف عشان ايه ما نضيعش وقت معانا. طبعا كده يا جماعه الخير زي ما انتم شايفين الريم اللي هو طالع من الفرخه طبعا انا حطيت عليها النار عشان خاطر بس تشوفوها، لان عملت بخر جامد فهي بتطلع ريم جامد جامد يا جماعه، اللي هو ده طبعا دي حاجه زنخه احنا بنتخلص منها بالغاليه ديتي تمام. وطبعا الصلصه قدامنا اهي يعني بدات تسبك وزي الفل اهي،
والطماطم والبصله معانا ما شاء الله خلاص اهيتي تعتبر جفت معانا. تمام كده ننزل بقى ايه على طول ان شاء الله دي ننزل بالزيت ان شاء الله والبهارات بتاعتنا ونشوف ان شاء الله ايه هنعمل ايه. وكده يا جماعه الخير نبدا بقى بسم الله. احنا طبعا حطيت معلقتين زيت اللي هم مكتوب لنا في النظام بتاعنا، يعني معلقتين زيت بس يا جماعه، زيت زيتون طبعا. تمام ونبدا بقى نحط البهارات بتاعتنا يا جماعه الخير. ماشي شويه شطه شويه كركم شويه صغيرين بتاع كاري، هندي لهم فصان مستكة يا جماعه المستكه بتاعتنا كلها فاضيه زي كده، المستكه تكون فيها مليانه طبعا المستكه يا جماعه للناس اللي مش عارفاها. ده الحبهان، الحبهان كله تصدقوا فاضي، اهي واحده هي مليانه. لازم يكون يا جماعه الحبهان بتاعنا يكون في حبوب كده يا جماعه زي ما انتم شايفين. نقلب كده بقى بالراحه عشان البهارات بتاعتنا ايه تستوى. والبصلة بتاعتنا تاخد لون ما شاء الله ريحة يا جماعة، ما شاء الله ما شاء الله ريحة روعة. طبعا ريحة البتاع يا جماعة اللي هو ده الكركم والكاري دي رهيبة جدا، بتدي دسم الأكل جميل جدا. نحط شوية فلفل. الحاجة يا جماعة البهارات بالذات لما بتتحمر في الأكل بتدي طعم مختلف جدا، ولذلك دوني بتفرق بقى عن المطابخ بينها وبين بعضها، بين الدول وبين بعضها بالنسبة للطبخ. يعني في ناس كتيرة جدا حتى عندنا في مصر هنا يعني يحطوا البهارات على طول على الني، على الني كده على طول في الطماطم، فيجي ياكلوا عند ناس تانيين ويتفاجئوا من الطعم مختلف. ايه يا جماعه والله العظيم احنا بنعمل نفس الاكل اللي انتوا بتعملوه، امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل يا جماعه الخير ان انتوا حضراتكم مش بتتبعوا الايه، وده بيبقى صيني شويه صغيرين عشان يدي فخامه للاكله بتاعتنا. ماشي طبعا هي كده ايه زي الفل معانا اهي. احنا بقى ايه نديلها شويه، عايزين نديلها شويه يا جماعه اللي انتوا عارفينها، نحط النار خالص كده شوية عشان ايه ما تلهبش مننا البصلة. ونقلب ماشي نديلها شوية بقى ايه الحاجة اللي احنا بنحبها اللي هي ايه يا جماعة الهريسة. نديلها سنة هريسة كده حلوة عشان ايه الناس تبقى مبسوطة مننا ومحدش يزعل. وضعيت الزيت اللي انت حطيته بجد شوية مية جم في وقتهم والله العظيم، الواحد كأنه كان واقف صايم. جزاك الله خير يا أم حمزة والله كنت عشان جدا. فكده يا جماعة الخير يبقى احنا ايه زي ما انتوا شايفينها هي نكلكعت في بعضها، فهي كده خلاص احنا ايه عملنا اللازم معاها يعني. فاحنا كلنا ننزل بقى ايه ننزل باذن الله بالصلصه بتاعتنا. تمام بسم الله. طبعا هي سخنه يا جماعه، كله سخن ونازل مع بعض. انا قعدت اسبكها بصراحه علشان خاطر ايه اخف الميه منها شويه، علشان ايه طبعا انا عندي اللحمه رومتها. لا والله مش هفطر لهم هوريكم اللحمه دلوقتي بعد ما اترومت، وام حمزه بتقول لازم تتشطف بعد ما تتروم، فطبعا لازم نسمع كلام المدام زي ما احنا متفقين يعني. مش لازم تسمع الحاجه الصح بتتعمل. يعني ما هو معلش يعني احنا مهما رحنا ولا جينا يا ام حمزه طبعا الاصل اصل يا باشا ولا ايه؟ ما فيش اي واحد يا جماعه يقول انا راجل وبعمل كل حاجه، لا لا انا اسف برضو
الستات لها تريكاتها برضو اللي هي ايه بتتميز بيها بجد يعني. هي اصلا انت بطل من السباكة يعني، انت هتحطها الوقت. ايوه. عايز ايه؟ عايز اولع النار معلش. طيب قولها لي كده. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين اهي اللحمه بعد ما اتقومت، شايفين بقى شكلها عامل ازاي. وطبعا وريتكم الريم اللي كان طالع عليها، ننزلها كده ايه بالراحه كده بسم الله مع بعضها. وايه طبعا يا جماعه اللي انا عندي بالنسبه لي الفاصوليا يا جماعه زي ما انتم عارفين ان هي مسلوقه، بس معلش هي اتسرقت مننا زياده، فطبعا انا ما اقدرش ان انا احطها طبعا في قلب اللحمه دي يعني. اللهم اني لو قعدت اقلب مثلا تقلبتين كده مع الفاصوليا فان هي هتتفرم خالص في وسط اللحمه دي. لما العكاوي تستوي فاحنا باذن رب العالمين هنسيب ايه هنوطي النار باذن. طبعا هي بتغلي زي ما انتم شايفين، احنا كل اللي هنعمله بقى هنروح قافلين عليها تمام، ونسيبها بعد كده بقى. هنغليلها شويه ميه لو حسينا ان هي محتاجه ونزود ميه مغليه مش ميه سقعانه. تمام. طبعا لو عندك شوربه حط شوربه. مية مية ده كده يا حمزة. الشطة بصي بوم، هيبقى يوم بالمزيكا النهارده يا جماعة. انت كترت ليه؟ والله ما كترت، انا اتحطت يمكن نص معلقة بس، هي تقريبا الكمية قليلة بس. يلا هيبقى تحدي بينا وبين بعض في الأكل النهارده يا جماعة، اللي يخلص طبقه. لا بس طعمه ما شاء الله. حطيت معلقة العسل؟ لا والله لسه. شفتوا بقى يعني بقول لكم اهو، لولا ان هي جت كانت نسيتنا اهم تركه. انا اللي هنسي ولا انت اللي ناسي؟ انا اللي، ما انا بقول لك انا كنت ناسي يعني، انت اللي ذكرتني. كنت ناسي افكرك. نص معلقه بس يا محمد عشان ماشي. بس كفايه كنت ناسي افكرك. ايه يا جماعه نص معلقه عسل نحل طبعا. ايوه لازم كده. ايه يا جماعه بقى ايه ترفع. طبعا مش متوفر عندها عسل النحل حبايبي، يبقى سكر. سكر لان لازم نعادل حموضه الطماطم باي ماده سكريه. نحط النار بقى يا جماعه في الخير كده ونغطيها ايه نقلب كويس. لعبت شويه العسل بتوعنا دول اللي احنا حطيناهم. هي طبعا دي اكله يا جماعه كده ايه، اكله يعني برشوت زي ما انتم عارفين، بس هي برشوت بالنسبه للناس اللي هم مش بيتبعوا دايت، لكن احنا بالنسبه لنا دي تعتبر في قلب الدايت. دي وجبة كاملة بالنسبة لي. مش هيبقى جنبها لا رز ولا خبز ولا كلام من ده، انا كلها كده حاف. يعني فاصوليا الطبق يتحط قدامك كده تاكليه كده بس. فاصوليا باللحمة والبسلة والطبق سلطة اخضر بس. وجزاكم الله خيرا على كده. فنقفل بقى كده يا جماعة تبع لإذنك كده. هنغطي بقى بعدين. ايوه هنغطي. تمام تمام. طيب يا جماعة احنا بقى ايه نغطيها كده بإذن الله، لأن طبعا ايه هقول لكم ليه انا مش جبت له الغطا. الغطا عامل ظهره زي المرايه، يعني احنا لو حطيناه قدامكم هنبان كلنا. تمام انا كنت مستني. فهنقفل ونغطي الحله بقى مع نفسنا. ماشي يلا. هلا بدنا نشوف يا جماعه الحاجه بتاعتنا بقت عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا يا جماعه عشان تبقوا عارفين برضو انا ضفت عليها يا جماعه نص كوبايه ميه علشان خاطر تكمل السوا براحتها، لان حسيت ان الصلصه قليله او هي انا نشفتها قوي. تمام. وبعدين احنا برضو محتاجين ان احنا ايه يعني نشرب شويه بسم الله الله اكبر. بصوا يا جماعه الشطه بقى ما اقولكوش طبعا، هو ده المطلوب اثباته يعني. وايه هي بدات ما شاء الله يعني ايه بدات تستوى معانا هي دي. طبعا ايه احنا مش هندفع عليها خالص غير لما تستوى، احنا مهدينا عليها النار تمام، ونسيبها بقى ايه تكمل سوا مع نفسها ونرجع لكم ان شاء الله تاني. ورجعنا لكم يا حبايبي علشان نكمل الاكل اللذيذه المزيزه. تمام. طبعا حضراتكم بتسألوني ايه الموضوع الغريب. الموضوع الغريب يا جماعة ان السمان اللي عندنا لغاية النهاردة او لغاية الوقت حالا ما نطقش، ودي حاجة مبشرة كويسة جدا يعني. انا عارف ان انا هتبحر. ماما حمزة عارف. تعلموا الادب يعني. طيب ماشي. وكده زي ما انتم شايفين يا جماعة الخير احنا بس ضفنا شوية فلفل كده على الوش
علشان ايه تديلها تيست يعني جميل. طبعا احنا عايزين نضيف شويه ايه ميه يا جماعه، عشان طبعا ايه هي طبعا كده تعتبر مسبكه معانا جامد. تمام، هنضيف بس شويه ميه ايه شويه صغيرين كده، مش عايزين نكتر عشان خاطر الدنيا تبقى معانا زي الفل. طبعا ميه سخنه يا جماعه، ماشي. وايه ونجيب بقى الفاصوليا عشان ان شاء الله نضيفها على طول. طبعا زي ما كنتوا شايفين الفاصوليا بتاعتنا اللي احنا سالقينها، دول كوبايتين يا جماعه الخير، ماشي. ننزل كده بالراحه عشان هي اصلا مستويه ما هيش ناقصه، ونحركها بالراحه خالص خالص خالص، يعني ايه ننزلها كده بقى على التقليل. هتخلي بالك انا بصراحه مش خايفه اقلبها. طيب طيب بس خد قول لهم على التقليه وانا هرجعها كده. انا هنقلها بالجنب تاني اهو، سيبها زي ما هي. طيب بالنسبه يا جماعه طبعا هي بتتعمل لها تقليه. التقليه دي يا جماعه عباره عن طبعا معلقه توم صغيره ومعلقه سمنه بلدي. ام حمزه عايزه يعني ايه يعني احنا متعودين طول عمرنا ان الفاصوليا بتعمل لها في الاخر تقليه تومه صفرة كده ذهبي نطشها على وشها. طبعا حبيب اللي بيحب يعملها بالتقليه ماشي، اللي مش بيحب ماشي، بس احنا ايه زي ما اتعودنا. فاحنا طبعا ايه هنديلها لوش لون تحمير كده ونرجع لكم باذن الله. وكده يا جماعه الخير طبعا زي ما انتم شايفين كده التومه اتقلت اهيتي. ننزل بقى على كده بالراحه، بسم الله الرحمن الرحيم. دي بقى يا جماعه اللي ايه اللي هو زي ما بيقولوا سر شويبس، تيجي الطعم بقى والتيست اللي هو الرائع بتاع التومه. ما تقلبش بالمعلقه. طيب طيب عشان الحل. حليتي صدقتي كانت توم الله يرحمها بتعمل. طبعا ده الوقت يا جماعه الظهر، تمام. فاحنا عشان تبقى عارفين احنا ايه احنا دايما بنتغدى بدري وبنفطر بدري، وبنفطر بدري يعني ممكن الساعه 6 نبدا نفطر. طبعا ده كل الكلام ده مفضل جدا للدايت علشان نبدا يومنا. شامل بقى الفرق في الريحه؟ طبعا ما شاء الله ما شاء الله فعلا جزاك الله خير. بصراحة أنا ما كنتش عامل التقلية دي بجد. وكده يا جماعة الخير بقى إيه تستنونا هنقدمها إيه؟ في الطبق إن شاء الله. هي إيه بس هتاخد برضو دقيقتين عشان إيه تتجانس يعني. أيوه تاخد كلها من طعم تقلية التوم. بسم الله. ماشي يا حبيبي انتظرونا للتقديم. وكده يا جماعة الخير يبقى إحنا خلصنا الوجبتين بتوعنا اللذيذين. طبعا يا جماعة الخير الحاجات ديتي بتبقى إيه يعني إيه بدون اي نشويات او كربوهيدرات، يعني نشويات زي الارز وكربوهيدرات زي العيش بجميع انواعه والكايزر ولا اي كلام من ده. هي بس الوجبه كده بتاعه الفرد. طبعا الوجبه دي يا جماعه الخير فيها حوالي 350 جرام البروتين، تمام، اللي هو البروتين اللحم. دي يعني فيها حوالي 420 سعر حراري. والفاصوليا كوبايه الفاصوليا يا جماعه دي يعني فيها حوالي 200 سعر حراري، لانها 200 جرام. يعني في حدود مثلا الوجبه بتاعتنا دي يعني حوالي 650 او يعني 650 بالطماطمتين، تمام، وشويه الزيت. لا الزيت حاسبي بقى لا يا جماعه ده كده دخلت، معلش انا نسيت الموضوع الزيت ده. هي دخلت الوجبه دي في 700 سعر حراري يا جماعه. طب مش مشكله ما تقلش عن هي كده في حدود سعراتنا الحراريه فهي برضو. تمام، هو احنا بقى هنظبط نفسنا طبعا. احنا فطرنا خلاص، بنبدا نقيس بقى الوجبه اللي احنا اكلناها بتاعه الغدا، وعلى سبيل ان احنا في العشاء ان شاء الله زبديات. هتبقى زبديه ان شاء الله فقط علشان خاطر ايه نطلع بسعرات حراريه لينا نخسها باذن رب العالمين. وادوق كده معاكم يا جماعه الخير. بسم الله الرحمن الرحيم عشان ايه اقول لكم ايه الاخبار. بسم الله. لا 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 كده يا ام حمزه خليتي الاكل بقت يعني انا مش قادر اوصف من الحلاوه والطعم بجد بجد والله. طب الحمد لله كده. بسم الله بسم الله.
وندوق معاكم كده اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شايفين يا جماعه اللحمه، اللحمه طبعا استوت خالص زي ما انتم شايفين، من غير يعني انا بطلعها بايدي اهوتي اهو قدامكم اهو شايفين. بسم الله الله اكبر. طب خلاص خليها احنا ناكل اهو. طيب اصل انا اكلها قدامكم مستعجل. وكده يا جماعه الخير يبقى وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، وإن عجبتكم الوصفة ما تنسوش من دعاكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أحبكم في الله.